قراءة في أبرز اهتمامات الصحف الوطنية الصادرة اليوم، ونستهلها من جريدة المساء التي عنونت: وزارة الصحة تعتمد اختبارات الكشف السريع عن كورونا. في تفاصيل الخبر نقرأ أن وزارة الصحة أعلنت اعتمادها الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا عوض الاقتصار فقط على كشف PCR الذي يتطلب من المصابين أو المخالطين انتظار أسبوع بين إجرائه وظهور نتيجته. الأطباء والأخصائيون حذروا من اعتماده لكونه غير كاف للحسم في النتيجة. ونعرج على جريدة الصحراء المغربية التي كتبت أن الطاقم الطبي للمستشفى العسكري الميداني المغربي ببيروت قدم 3240 خدمة طبية حتى الآن، واستفاد من خدمات المستشفى منذ 10 غشت تاريخ انطلاق الخدمات بهذه المنشأة الصحية 1435 شخصاً تلقوا علاجات وفحوصات وخدمات طبية عديدة شملت مختلف التخصصات. يومية ماغوك لوجور كتبت عن توقيف 5 أشخاص بتيزنيت يشبه في تورطهم في الاتجار غير المشروع في المواد التموينية. ونقرأ في تفاصيل الخبر أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تيزنيت تمكنت من توقيف 5 أشخاص، وذلك للشبه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع والمضاربة في المواد التموينية الأساسية المدعمة من قبل الدولة. توقيف هؤلاء الأشخاص جرى بداخل مستودع لتخزين وبيع المواد الغذائية بمدينة تيزنيت، وذلك بعد أن أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل هذا المستودع عن حجز أطنان من الدقيق والسكر والحليب المجفف ذات الأثمنة المدعمة. وإلى جريدة رسالة الأمة، ومنها نختتم جولتنا عبر الصحف الوطنية وخبر تحت عنوان: اختلاس المساعدات الإنسانية. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إجراء تقييم واستهداف دقيقين للمستفيدين. ففي ظل غياب إحصائيات موثوقة وتعداد رسمي للسكنة المحتجزة بمخيمات تندوف، دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تقييم واستهداف دقيقين للمستفيدين من المساعدات الإنسانية الأوروبية. المفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات يانيز لينارسيتش أقر في معرض رده على سؤال برلماني بأن المفوضية الأوروبية تدرك المعطى الذي يفيد بأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين كانت قد نشرت في مارس من سنة 2018 تقريراً حول عدد الأشخاص الذين يعيشون بمخيمات تندوف، مشيرة إلى أن هذا التقرير تم سحبه لاحقاً من كل استخدام عام. وفي الواقع وعقب نشر هذا التقرير الذي يحتوي على معطيات مغلوطة، نشرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في 28 من شتنبر من سنة 2018 تحديثاً يسحب من خلاله هذا التقرير، ويوضح أن عدد سكان مخيمات تندوف يقدر بنحو 90,000 شخص.